خلونا نكمل اخبارنا. وفاز الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي على المصريه للاتصالات بنتيجه 83-70 في اولى لقاءات الفريقين بسلسله مباريات ربع نهائي دوري السوبر لرجال كره السله. وقيمة المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم الأهلي عرضا قويا خلال اللقاء ويواجه الفريق غدا الخميس ثاني لقاءات سلسلة مباريات ربع نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة. الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي واجه فريق الزمالك اليوم الأربعاء في أولى لقاءات نهائي بطولة الدوري. المباراة تلعب حاليا على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الزمالك واستعادة لقب الدوري. وعقد الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني محاضرة في المران الأخير أمس لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الفوز بالمباراة. الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي حقق فوزا على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة الأولى من سلسلة بيست اوف 3 ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري. أقيمت المباراة على صالة دكتور حسن مصطفى، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 31-29، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-21، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-15. ومن المقرر أن يواجه سيدات طائرة الأهلي الزمالك غدا الخميس على صالة دكتور حسن مصطفى في المباراة الثانية من سلسلة بيست اوف 3. تواجد الحكم الدولي محمود عاشور ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات منافسات كرة القدم في دورة باريس 2024 الأولمبية والبارالمبية، وضمت القائمة 21 حكما رئيسيا بجانب 42 حكما مساعدا و20 حكما لتقنية الفيديو على رأسهم الدولي محمود عاشور. وتعد هذه المرة الثانية التي ستتواجد فيها الحكم الدولي محمود عاشور للتحكيم المصري في الأولمبياد بعد تواجده في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021. جاءت نسخة مصر من مباريات سلسلة الفيفا الأعلى حضورا للجماهير حول العالم. مباريات سلسلة فيفا التي أقيمت لأول مرة في شهر مارس في 5 دول، وكان من ضمنها كأس عاصمة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد حضور مباريات سلسلة فيفا حول العالم أكثر من 176,000 مشجع. مباراة مصر وكرواتيا كانت الأعلى حضورا بواقع 70,000 مشجع. اقترب احمد رفعت صانع العاب مودرن فيوتشر من مغادره احد المستشفيات للقاهره والعوده الى منزله عقب الاطمئنان على وظائف الكلى بشكل كامل ووضع برنامج وقائي له تحت اشراف طبيب متخصص، والتي يحتاج الامر من 48 الى 72 ساعه. وكان غادر احمد رفعت العنايه المركزه، وتم نقل اللاعب الى غرفه عاديه مجهزه حيث يخضع للرعايه الكامله واشراف كامل من الاطباء، وذلك بعد تحسن في حالته الطبيه وتحسن وظائف الكلى. وكان احمد رفعت قد سقط مغشيا عليه خلال مشاركته مع فريقه في مباراه الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه قبل ان ينجح الاطباء في انعاش القلب باحد مستشفيات الاسكندريه، وتم نقل اللاعب الى القاهره خلال الاسبوع الماضي بعد استقرار حالته. اكيد طبعا بنتمنى له كل الشفاء، يعني كان حاجه مزعجه جدا للكل صراحه، كنا قاعدين لحظه بلحظه بنطمن هل بقى كويس، هل بقى احسن، وايه التطورات في حالته الصحيه، شايفين انه ايه اللي الملعب محتاجه لوجود ان انا الحق انقذ لاعب بسرعه، ايه الحاجات الوقائيه اللي محتاجاها. والله الملف الطبي ده منا كله محتاج مراجعه شامله، يعني احنا دايما بنبقى رد الفعل او بنستنى المشكله تحصل عشان ندور ليها على حلول، واعتقد ان هو صدر قرار بالفعل انه يكون في اجهزه انعاش القلب صدمات الكهربائيه. فاعتقد يعني نتمنى الحقيقه مراجعه الملف بالكامل، لانه في اوجه قصوره كتيره جدا يعني صعب يمكن ان احنا نتكلم عليها دلوقتي. بس بنشكرك شكرا جزيلا يا منى على يعني مجموعه الاخبار دي، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي امام سيمبا. ولسه عندنا كلام كتير انا ومحمد مع ضيفنا ونجمنا النهارده في الاهلي في رمضان اللي هيتواجد معانا في نهايه سهره النهارده. بشكرك يا منى، شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا حضرتك، مبسوطه ان انا كنت معاك. بشكرك يا محمد، مبسوطه اكيد ان انا كنت معاك. طيبه ورمضان كريم. وانت طيب، كل سنه وانت طيب.